ب 17 رصاصة كلاشينكوف استقبل علي الزين زوجته سارة الأمين ليلة رجعتها بعد شهرين أمضتهم ببيت أهلها هربا من العنف يلي كان يمارسه الزوج بحقها. علي أفرغ مشط الكلاشينكوف بأم ولاده الستة بحسب شهود عين. رجعت عشية جينا لعينا حطت لها بوكي وارد محضرة على الساعة 5 فقنا على صوت رج رج رج، سمعت صريخ بناته دغري، ركضت على الباب خلعنا فتنا هيك دغري على الباب، كانوا بناته كان عم بيقوص سارة وبدو يبرم على الولاد، صرت صرخ أنا لهم ظهروا ظهروا ظهروا، وطبشنا الباب لحقنا لبرا هو حامل الكليشن بدو يقتلهم، وهنو لما اجى الدار المخفر واخده يقول له ابنه انه كلهم يقولوا له ان شاء الله بدنا اياك تنعدم، وهم قال لهم انا رايح ورح ارجع قتلكم. الجاره يلي توصلت بطلب من الزوج لترجع ساره الى بيتها بدوحه عرمون التنين عشيه تحتفظ برساله صوتيه اخيره من المغدوره على الواتساب، فكانت وكانها حاسه بيلي نطره. شو بدي اقول لك، يا ريت ما قادره اصدق انه اللي عم تحكيني إياه مزبوط، إنه بتمنى يكون علي تغير وتحسن. الزوج أنهى جريمته وبكل هدوء جلس على هالمقعد دخن سيجارة من ثم عدل موقع سيارته وانتظر القوى الأمنية ليسلم نفسه. أهل سارة المفجوعين عم بيطالبوا اليوم بالإعدام. جيبولي بنتي، جيبولي إياها. لا لا، عمل لي هالفنكة، بعت ناس إنه على أساس خلص ما عادش يمد إيده عليها، وأني من طيبة قلبي ها قلت أني بتطب ولادها بتروح، يا جاب رشاش معه تقتلها. ليه؟ ليه؟ لأنه مجرم مجرم. بعدين أنا لو عارف في سلاح ببيته ما كنت بخليها تطلع، بعد ما اجوا الوسطى وبعد ما كان حكي بلا طعمة، واحدة منهم قالت لي بكرة بجيب لك إياها تشرب قهوة أنت وياها الصبح، فالصبح جابت لي إياها ميتي. بنظر القانون ايضا علي له سوابق بأذية زوجته. المغدوره منذ حوالي ثلاث اسابيع تقريبا تقدمت بشكوى قضائيه لدى نائب العمل الاستئنافي بعضها بجرم ايذاء وضرب وعنف اسري. حقيقه هو ما كان يتبلغ، كان يتهرب من تبليغ، الى ان دخل وسيط على الخط وتقرر انه يتروح على البيت بالرغم انه اهلها كانوا رافضين وانا كنت رافض، وحقيقه كان عم يستدرجها لانه امبارح كان عيد ميلاد بنتها. نحن اكيد امام جريمه عمديه تنطبق عليها المادة 549 المعدل من قانون الموجبات والعقوبات. نحن بصراحة رايحين بهذا الموضوع للأخير. أولاد سارة المفجوعين فضلوا البقاء بعيد عن الكاميرا، ولكن طالبوا من خلال أهل أمهم المغدورة بإنزال أقصى العقوبات بالوالد يلي أصبح بنظرهم مجرم. بهالحالة كمان ما قدر قانون حماية المرأة وسائر الأسرة من أنه يمنع رصاص يخترق جسد سارة ويضيفها إلى لايحة ضحايا العنف الأسري بلبنان، لايحة عم تكبر وتزيد وبتستوجب اهتمام المعنيين اليوم. جورج عيد، MTV.